وزارتكم ايضا تشاهدوها يعني تواصل الليل بالنهار في تهيئه الملاعب، وان شاء الله انتم مدعوون لافتتاح ملعب الشعب قريبا ان شاء الله. متى سيكون ملعب الشعب؟ قريبا ان شاء الله، ايام وان شاء الله نفتتح الملعب بحله جديده. انا كنت احرص انه ما تتسرب هذه الصور، ايش نسوي للعاملين وللامنيين، لكن من نشوف الفرحه عند الناس يعني تخف عندنا هذه، يعني ردنا جانب المفاجاه، بس بعد خلص السبق الصحفي صار جزء من الماضي. كل من يحمل هاتفا يسبق قناه فضائيه كامله في السبق الصحفي، وبالنتيجة إن شاء الله. على كل حال هي فرحة واحدة، هو إحنا يعني إحنا حرصنا عن حتى لا نتأخر كثيرا، نستفيد ونستثمر هذا أو هذه الفرصة أن تكون إحدى المباريات الجماهيرية إن شاء الله سينطلق بها الافتتاح. بالنتيجة إحنا لا نستصغر شأن أي لعبة تؤديها أنديتنا، أنديتنا كبيرة وأنديتنا إن شاء الله تحظى بالاهتمام الكبير، وبالنتيجة ستكون المباراة جماهيرية بإذن الله، وأعتقد يسعد الجميع بهذه الحلة الجديدة. والله